شنو ده؟ هناخد النهارده الباسيف المبني للمجهول. المبني المجهول التركيز على الحدث، يعني هو بيركز على الحدث. اول زمن هو بيمشي جميع الازمنه، اول زمن عند المدير المصري، ودي كده طبيعي. هبدا المجهول، هبدا بالمفعول. انت حفظتها، المجهول هبدا بالمفعول، المجهول هبدا بالمفعول. بعدها احط ا فيرب تو بي ان از ار بلس باست بارتيسيبل. ويفضل عدم ذكر باي، يفضل عدم ذكر باي الا لو اخترعه واكتشافه وعمل ادب مشهور او عمل ادب مشهور زي ما هنشوف بعد شويه. بقول لك اي ستادي ماس، انا بذاكر الرياضه، هتبدا بالماس. ماس سنجلر يبقى از، والباست يبقى ستادي. ممكن تقول بقى مي او ممكن ما تقولهاش. شي ميكس ديليشس فود، ميكس اور كوك، يبقى شي كوكس ديليشس فود او ميكس ديليشس فود. ببدا بديليشس فود، مفرد يبقى از، والباص والتزم مي. عايز تقول بقى ايه؟ ماشي. طب لو عايز اقول نفي، مالك اي دونت واتش، انا لا اشاهد هورور فيلمز، افلام رعب، لا اشاهد افلام رعب. افلام الرعب جامع، يبقى ابدا بهورور فيلمز. ارنت والباست بارتيزم اللي هي واتش. لو جاب لي جمله صعبه شويه، شي اولويز شيتس مي، هي دايما بتغشني. مين احول المفعول لاي؟ يا اولويز شيتد، ام اولويز شيتد باي هي، يعني انا دايما بتغش بواسطتها. اشوف الماضي البسيط، البص سمبل. هبدا بالمفعول الاساسي زي ما اتفقنا، بعدها مفرد ووز جمع وير، بعدها باست بارتيسيبل ووز وير باست بارتيسيبل. مالك اي سو استرينج بيرد، شفت طار غريب، هبدا بسترينج بيرد. ووز سين، شو ايه ده؟ شي ريفاي، يا رجعت ماس، ماس ووز ريفايز. اي ميت ا فيموس سيلبريتي، شخصيه مشهوره، فيموس سيلبريتي. ووز ميت باي مي، لو هتنفيها عادي. شي ديدنت ايت رايس، يبقى رايس وزنت ايتن، رايس وزنت ايتن. طيب لو انا هجيب المضارع المستمر اللي هو البريزنت كونتينيوس، فيرب تو بي ده اساسي، امز اول المفعول الاساسي زي ما اتفقنا في الاول، بعد امز اول بينج باست بارتيسيبل. ولازم تلاقي كلمه زي ناو، لوك اللي هي الكي ووردز بتاعته اللي هي الكلمات الاشاريه، ناو لوك ليسن ات ذا مومنت، ناو لوك ليسن ات ذا مومنت، يبقى جميل جدا في المجهول بتاعه. مالك شي از هيلبينج ان اورفن، هي بتساعد يتيم. فايف ان اورفن از being helped، لو عايز تقول نوت بعسل، an orphan is being helped. we are discussing، احنا بنناقش some decisive matters، بعض الموضوعات الحاسمة، some decisive matters are being discussed. وهتقول لي نعم.